السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، بدأنا بالحديث بالدرس الماضي عن عقبات التفكير العلمي، وتحدثنا عن أولاً الأسطورة والخرافة، وتكلمنا في هذه الفقرة عن التفريق بين شكلي التفكير الأسطوري والتفكير الخرافي، وشفنا كيف أنه التفكير الأسطوري كان هو تفكير الشعوب قبل ظهور العلم، أما التفكير الخرافي فهو مرافق للعلم لأنه ينظر إلى العلم بأنه عاجز. كما تحدثنا بأن الأسطورة قدمت في مرحلة من المراحل نظام متكامل متناسق، لأنه هي بالأصل هي عبارة عن قصة مترابطة. أما التفكير الخرافي أو الخرافات فتهتم بالجزئيات والتفاصيل، وعلى الغالب لا تشكل نسقاً مترابطاً أو نظاماً متكاملاً. كذلك بينا بالتفريق بين التفكير الأسطوري والخرافي أن التفكير الأسطوري هو سمة عامة يؤمن بها شعب من الشعوب، بينما التفكير الخرافي هو سمة فردية تتصل بمستوى الفرد، مستوى وعيه، مستوى تفكيره، مستوى تعليمه. اليوم منتابع بثانياً سلطة المعرفة السابقة. ماذا نعني بسلطة المعرفة السابقة؟ المقصود هنا بسلطة المعرفة السابقة أن المعارف التي تنتقل إلينا من جيل إلى جيل تؤثر على تفكيرنا وطريقة تفكيرنا بدرجة كبيرة. فما هي العناصر التي تجعل من المعرفة سلطة تعيق تقدم العلم؟ العنصر الأول هو القدم. دائما نحن نعتقد بأن المعارف الموروثة والخبرات السابقة الموروثة التي أتتنا من جيل إلى جيل لها أهمية خاصة. ليش؟ قال لأنها تمثل الحكمة الخالدة، يعني بمعنى أجدادنا أهل تجربة، أجدادنا بيعرفوا أكثر مننا، الأولين ما تركوا شيء إلا قالوا، وهكذا. وبالتالي أمام هذا الاعتقاد تؤثر على طريقة تفكيرنا. أما العنصر الثاني فكان هو الانتشار. كلما انتشرت المعرفة أكثر بين أفراد المجتمع كلما كان تأثيرها أكبر على تفكير الأفراد وطريقة تفكيرهم. أما العنصر الثالث فهو الشهرة، يعني كلما صدرت المعرفة عن أناس معروفين بالدراية والخبرة والشهرة أكثر بين الناس كلما كان تأثيرهم أكبر على الأفراد، وهذا ما يجعل أصحاب الإعلانات والتجارة الإعلانات التجارية يلجؤون إلى المشاهير والنجوم في طريقة الدعاية وطرح منتجاتهم. أما العنصر الرابع فهو الرغبة والتمني. دائما النفوس البشرية تميل إلى تصديق ما ترغب به أو تتمنى حدوثه، ولكن في المقابل تسعى إلى تكذيب ما يمكن أن يتعارض مع رغباتها وأمانيها، وهذا ما يبرر أحيانا نستمع إلى الأبراج، فإذا كان هذا البرج يحمل إلينا أخبار سارة نصدقه، أما إذا كان يحمل لنا أخبار كاذبة أو أخبار سيئة فإننا نقوم بتكذيبه. إذن لو تحدثنا عن هذه العناصر لو عدناها فهي القدم، الانتشار، الشهرة، والرغبة والتمني.